هؤلاء شباب والفتيات من خريج كليات الخدمة الاجتماعية، سيكون عليهم النزول إلى الشارع لتقديم يد العون للأطفال بلا مأوى، متحدين عددا من المشكلات التي واجهتهم. احنا بننزل المناطق بتاعتنا في الاول كنا بنلف على رجلينا لحد ما استلمنا الوحده، واللي بنلاقي اطفال بنتداخل معاهم، وبعدين عرفنا ان الاطفال مثلا اللي موجودين جزء منهم بيبقى اطفال مقيمين في الشارع اللي هو بلا مأوى هدف المشروع، جزء منهم عماله، جزء منهم اولاد بقى عجائلين والكلام ده كله. بنتدخل مع الاولاد، بنعمل النشاط، بنكسب ثقتهم، وبعدين بنقول لهم يعني لو في مكان تحبوا تقعدوا فيه، لان هو طبعا لازم يبقى عايز يقعد في المكان، لان ده لو راح المكان وحس ان هو محبوس او ان هو اتقبض عليه مثلا، ده يعني بيشبه عليه شويه الموضوع ان هو مثلا زي بتوع الداخليه لما بياخدوه. فاحنا طبعا بعيد عن النقطه دي تماما. في دلوقتي اطفال، مش اطفال بقى، دلوقتي الناس اللي كبرت اللي من بعد 18 وموجودين لسه في الشارع، اللي هم بيسموهم القاده، ده بيفضل موجود معاه لسه اطفال تحت ايده، بيبقى مسرحهم او ماشي او بيشغلهم او بيخليهم بيستغلهم يعني بقدر الامكان في انشطه غير سويه يعني. فده لما بنقابل بقى ان احنا ممكن نحتك بالقائد ذات نفسه اللي موجود في الشارع. فالاحتكاك بالقائد ده هو ده اللي بيبقى المشكله ذات نفسها، وخصوصا ان احنا دلوقتي يعني حتى الان حتى الوزيره كنا لسه بنتكلم معاها جوه دلوقتي، مفيش خطه موجوده مع الداخليه بالنسبه لشغلنا احنا. احنا شغلنا الوحيده، الجهه الوحيده اللي عارفه معلومه عننا هي الاحداث. المخاطر اللي واجهتنا في الشارع ان احنا ممكن يكون الولد مسيطر عليه حد ليدر او القاده بتوعه، فدول هم اللي بيحاربونا في الشارع، بياخدوا مننا الولاد واحنا شغالين، ممكن يفرض سيطرته، يجي يزعق لنا، يجي الحاجات دي بنحاول نحتويها، وبنحاول ان احنا نكمل شغلنا عادي، نفهم الناس احنا بنعمل ايه، ايه طبيعه شغلنا. تاتي استراتيجيه وزاره التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر مع عدد من الجمعيات الاهليه لتقديم المساعده في الاشراف على وحدات متنقله لتقديم المساعده لاطفال الشوارع والاطفال المستخدمين في عمليات التسول، لتتبع الظاهره والقضاء عليها. المشروع عبارة عن عدة مكونات، منها مكون المؤسسات اللي بتطورها لنا الهيئة الهندسية في القوات المسلحة بتمويل من صندوق تحيا مصر، وعندنا مكون السيارات اللي بتنتقل وبتجوب الشوارع بتصل لنقاط تجمع الأطفال علشان تنقلهم وتتواصل معاهم، وعندنا مكون تطوير المؤسسات اللي بنطور فيه 6 مؤسسات، استلمنا منها مؤسسة المنيا ومؤسسة الحرية، والشهر ده إن شاء الله على أواخره نستلم مؤسسات اسكندرية، وعلى التوالي سنتسلم كل المؤسسات مطورة ومجهزة ومحدثة بحيث أنها تكون مكان جاذب للأطفال. بداية من الوحدات المتنقلة والفرق اللي بتشتغل عليها، نهاية في المؤسسات اللي هي مؤقتة، وأنا بقول مؤقتة لأنه مش هدفنا أن احنا نحطهم في مؤسسات، ولكن الهدف هو إعادة تأهيلهم لنعيد دمجهم في المجتمع مرة أخرى. وتحت عنوان الشارع مش مكانك، ينطلق البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بالعمل بالوحدات المتنقلة في 10 محافظات بقيمة تبلغ 164 مليون جنيها. هالة أنديل، رأي عام، مع عمرو عبد الحميد.